بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا في الحصة الماضية إن بدأنا بعرض مجموعة القوانين التي سيتم استخراج منها إن شاء الله في هذه الحصة. Ideal Gas Law، كنا قد عرضنا Shutter's Law، Boyle's Law and Avogadro Law. الحصة هذه من هذا المقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics، سوف نعرض في هذا الشابتر نمبر 2 اللي قلنا عنوانه Pure Substance، سوف نعرض إن شاء الله Ideal Gas Equation of State or Ideal Gas Law. Ideal Gas Law is the equation of state of a particular ideal gas. It's a good approximation to the behavior of many gases under many conditions. Although has several limitations. فهنا القانون الأول، اسمحوا لي، هنا القانون Ideal Gas Law، القانون الغازي المثالي، يربط هنا زي ما نشوفوا البريشر بالفوليوم بالنمبر اوف مول بالتمبرتشر. فهنا البي از بريشر بالكيلو باسكال، التي تمبرتشر ان كيلفن، الفي هو الحجم بالمتر مكعب، ان هو نمبر اوف مول بالكيلو مول، والار يو هي ايش؟ يونيفرسال جاز كانستن، وهو عدد ثابت يساوي 8314 كيلو جول بير كيلو مول كيلفن، او ايضا يمكن ايجاده مرات جول بير مول كلفن. فالقانون هذا زي ما نشوفه يربط ايش؟ يربط لي البريشر بالفوليوم بنمبر اوف مول بالتمبرتشر. ايجاد العلاقه هذه يعني بي في اوفر ان تي فور ايفري ايديال جاز از ايكوال ار يو، ذات مينز وات؟ ذات مينز از كونستانت. فالقوانين الثلاثه اللي اوجدناهم قبل وشفناهم اللي هما افوغادرو، بويل and Charles يربطوا لي أو أوجدوا علاقة بين pressure, volume, temperature, number of mole اللي تم تلخيصه في هذا القانون. فلو بغينا نشوفوا إنه القانون الأول اللي شفناه هو قانون بويل وقانون تشارلز وقانون أفوغادرو ربط هذه العلاقة، فلو شفنا V على T تساوي constant، أيضا شفنا PV is equal constant، وأيضا شفنا PV على T is equal number of mole. طيب استعمال هذا القانون أيضا يمكن كتابته بطريقة أخرى، يعني ماذا؟ يعني كتابته باستعمال الماس. فنعرف number of mole is equal mass على molar mass، كيف ما قلنا الماس بالكيلوغرام طبيعي جدا، والمولر ماس هي كيلوغرام بير كيلو مول. Using question 2، the question 1 can be written PV is equal، عوضناها هنا الـ number of mole M على molar mass. RU على الـ M يمكن اعتبارها أيضا constant، ليش؟ لأنها خاصة بالغاز، فتسمى specific gas constant، يعني خاصة بهذا الغاز. The unit of specific gas constant is equal kilojoule kilogram Kelvin. فيصبح لي القانون أخيرا يكتب PV is equal MRT، مع معرفة إنه الـ R هي إيه شباب؟ هي RU على المولر ماس. فشفنا بداية إنه القانون يكتب PV is equal NRUT، فالحين القانون هذا يكتب أيضا PV is equal MRT. هنا ماس specific gas constant، RU universal gas constant، number of mole، volume، pressure and temperature. بالطبع بالنسبة لليونت هما SI unit. أيضا القانون هذا يمكن كتابته أيضا بطريقة أخرى، بما أنه نعرف أنه density is equal mass على volume. Using question 5، the question 4 can be written P is equal density RT، بما أنه أوجدنا مؤخرا أنه PV is equal MRT. فلو جبنا الفوليوم هنا أو قسمنا على الفوليوم من هنا والفوليوم من هنا، هذه راح تروح وتبقى لي M على V هي الدنسيتي RT، فيصبح القانون أيضا يكتب P density RT. فهذا القانون أيضا يعتبر Ideal Gas Equation of State. The law may be written in terms of specific volume أيضا، بما أنه نعرف أنه density هي تساوي واحد على specific volume، فP is equal density RT is equal 1 على specific volume RT. فلو جبنا specific volume من هنا سوف تكتب المعادلة على هذا النحو PV is equal RT. فهنا
يعني هنا عندي أكثر من طريقة لكتابة ideal gas equation of state. By writing equation 4 twice for a fixed mass and simplifying, the properties of any ideal gas at two different states are related to each other by P1 V1 over T1 is equal P2 V2 over T2. وهذا القانون حقت ماذا؟ حقت أفوغادرو لو. وأيضا يمكن اعتباره هو أيضا ideal gas equation of state، استنتاجه من هذا. هنا نكون خلصت ideal gas law. أتمنى أنه يكون واضح. فقط نطلب منكم في الحصة القادمة حكينا على استعمال Boyle's law, Charles's law, Avogadro law لاستخراج ideal gas law. نطلب منكم أنكم كيفية استخراج هذا حسابيا، يعني كيفية استعمال قوانين هذه الثلاثة لاستعمال أو لاستخراج ideal gas law. السلام عليكم ورحمة الله.